رجل وكلب يموتان في سيارة الأحلام بطريقة مأساوية. لقي رجل وكلبه حتفهما فيما يبدو أنه حالة اختناق وإنهاك بسبب الحرارة المرتفعة، حيث وقع عطل في الكترون السيارة، الشيء الذي تسبب بقفل الأبواب على الرجل في الداخل وسط حرارة عالية. حيث اعتاد جيمس روجر على التردد في وفل هاوس في بورت أرثر، لكن زيارته الأخيرة لم تنتهي بسلام، وذلك داخل سيارته من نوع كوفرت 2007 والتي اقتناها حديثا ولطالما كانت سيارة أحلامه هي سادة. انفصل بطريقة ما كابل البطارية الذي منع المحرك من الدوران كما وعطل نظام الإلكتروني للسيارة، فعلق في الداخل برفقة الجرولية. في ذلك اليوم كانت درجات الحرارة مرتفعة والرطوبة بنسبة 93%، ولسوء الحظ روجر أنه لم يكن قادرا على العثور على قبضة الأمان الذاتية والتي تمكنه من فتح الأبواب، كما ونسي جواله عن غير عمد في إحدى المطاعم. وبينما أدرك الموظفون أن جواله كان الأوان قد فات يا سادة، لقد حاول السيد بوسيجرو أن يفتح الأبواب عندما وصل إلى المرآب، إلا أنه هو الآخر لم يكن يعلم أين تقع قبضة الفتحة الذكية. ولدى وصول رجال الإطفاء حطموا النافذة للوصول لروجر والجرولية. وتقول ابنة روجر بأنها حزينة لأن سيارة أحلام أبوها كانت السبب في موته، تاركا خلفه 3 أولاد و5 أحفاد. رحمة الله عليك يا روجر.